ما في شيء اليوم بس بيجيبون إن شاء الله الشباب. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقتنا لهذه الليلة. أشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا، ونبدأ من المملكة العربية السعودية وأبرز ما كان فيها اليوم ولكن في الصحافة السعودية. نتابع. أصدرت المحكمة الإدارية بجدة ديوان المظالم أمس حكما بالسجن 14 عاما والغرامة 1,000,000 ريال لخمسة متهمين في فاجعة سيول جدة، فيما برأت السادس. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة بحضور المتهمين الستة الذين يحاكمون بتهم الرشوة والوساطة واستغلال السلطة. وكان المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق وجه للمتهمين الستة، وبينهم قيادي سابق في أمانة جدة ورجال أعمال ومقاولون وأجنبي، تهم الرشوة والتزوير لتمرير مشروعات غير مكتملة لدرء أخطار السيول بجدة وفسحها. أكد مدير مرور محافظة جدة العميد محمد بن حسن القحطاني أن هناك وجوداً مكثفاً لدوريات المرور السري حول المدارس لضبط المخالفات والممارسات المخلة بأنظمة المرور وبالذات التفحيط، وقال أنه سوف يطبق بحق كل من يضبط من الطلبة وتمكينه من أداء الاختبارات بعد أخذ التعهد اللازم، ثم يتم استدعاؤه بعد انتهاء الاختبارات لتطبيق اللائحة بحقه، والتي تنص على المرة الأولى حجز المركبة 15 يوماً وغرامة مالية قدرها 1,000 ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المتخصصة. أما المرة الثانية فسوف يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 1,500 ريال، ومن ثم يحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، فيما توقع عليه في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها 2,000 ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع للمحكمة المختصة. كشف مصدر تعليمي في تعليم مكة المكرمة أن عدم وصول عقود التوظيف الخاصة بالمرتبات الجديدة لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية والخاصة حتى الآن أخر من تفعيل القرار الأخير والقاضي بزيادة المرتبات، مؤكداً أن المدارس الخاصة ليس لديها أي موانع في تفعيل القرار الأخير وفقاً للاتفاقية المبرمة بينها وبين صندوق الموارد البشرية. أبان أن إدارة الموارد البشرية أكدت لإدارة تلك المدارس أنها ستضع روابط لتسجل فيها كل مدرسة أسماء معلماتها. إذن إلى الآن لم نرى أي شيء ونحن بالانتظار، ولا مانع لدينا من البدء فيه مع بداية السنة الجديدة. أبان رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ تركي الصديري رئيس تحرير جريدة الرياض أن الصحفي المتعاون غير مستبعد من عضوية هيئة الصحفيين، حيث إن القرار الوزاري اهتم بوضع ضوابط مسؤولة فيما يخص التناول الصحفي، وبدأ هذا بضرورة إيجاد مسؤولين وظيفيين وسطاء بين وزاراتهم ومن يبحث عن معلومة أو يستقصي عن حقيقة حدث. كشفت مصادر مطلعة أمس عن أن هيئة مكافحة الفساد تحقق في صفقة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع شركة كاف الإسبانية التي تم بموجبها شراء 16 قطاراً بمواصفات حديثة بقيمة 612 مليون ريال، وذلك بعد تعرض هذه القطارات لأعطال فنية بعد دخولها الخدمة بـ20 يوماً فقط، ما دفع المؤسسة إلى تعليق عملها حتى إشعار آخر. وأكدت المصادر أن وفد من الهيئة قدم إلى الخطوط الحديدية واجتمع مع بعض الفنيين وبعض القيادات الإدارية التي لها صلة مباشرة بالصفقة. أنهت وزارة الزراعة سنوات من مطالبة آلاف من موظفيها بالتثبيت والتي كانت تقابلها بالوعود التي لم تكن تترجم على أرض الواقع، لكن هذه المرة حولتها إلى واقع، إذ أوضح المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الزراعة جمال ناصر الخليف أن وزارته أنهت تثبيت العاملين على الوظائف المؤقتة والبرامج بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية من خلال تثبيت 4,750 موظفاً. ونذهب إلى أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضاً أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقاً، إضافة للمقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج ياهلا من الصحافة السعودية. نتابع. المقال الأكثر قراءة من صحيفة المدينة للكاتب محمد رطيان بعنوان رأي حول رأي،
يقول ارطيان: جمعية رأي أو جمعية كتاب الرأي أياً كان اسمها والتي أعلن عنها قبل يومين هي تعني لي في هذه اللحظة أمرين كلاهما مر. الأمر الأول أنها تكاد تقضي على حلم جيل كامل من المبدعين والمثقفين السعوديين كان يحلم باتحاد للكتاب يضمهم ويحقق طموحاتهم ويدافع عنهم ويمكنهم من المشاركة الخارجية والتواصل مع العالم. تضاءل هذا الحلم حتى تحول إلى جمعية لكتاب الرأي فقط. ويضيف الكاتب: الأمر الثاني أنها حرمت الكاتب الصحفي كاتب الرأي من حقه في أن يكون عضواً في هيئة الصحفيين السعوديين، وتوقعوا مستقبلاً إنشاء جمعية المصورين الصحفيين وجمعية المراسلين وجمعية لأي إعلامي غير متفرغ من الذين لا تنطبق عليهم شروط هيئة الصحفيين الموقرة. وبدلاً من توحيد الجهود وتضافرها للإعلامي السعودي لينتزع بعض حقوقه وتتحول معه وبه الصحافة إلى سلطة حقيقية تدافع عن الناس والحقيقة، يتم بدلاً من هذا إنشاء العديد من الهيئات والجمعيات لتكون شبيهة بهيئات وجمعيات بلا طعم ولا لون ولا رائحة ولا فعل حقيقي. ويختم الكاتب: من الآن أفكر بالتقدم للحصول على بطاقة العضوية والدخول لمجلس إدارتها وأدعو كافة الزملاء لفعل هذا، بل إنني أفكر جدياً بترشيح نفسي للرئاسة وشعار الانتخابي جمعية رأي يا رب يكون لها رأي. طبعا هو شعار ودعاء بنفس الوقت، وأرجو أن لا تتم سرقته من أحد المنافسين مستقبلا. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة عكاظ للكاتب خلف الحربي بعنوان: ضربني وبكى. عسى أن نستدرك ما فاتنا في هذا الصدد. انخرط بعض المتهمين بالتسبب في كارثة سيول جدة في نوبة من البكاء أمام القاضي بعد مواجهتهم بأدلة دامغة. في الخبر لم يكتب المحرر انخرطوا، بل كتب أجهشوا بالبكاء. وسواء كانوا انخرطوا أو أجهشوا، فإننا انخرطنا ضاحكا على بكائهم الطفولي. كانت كروش الفاسدين كبيرة تتدلى أمامهم في قفص الاتهام وكانوا بلا ظهر. ويضيف الكاتب: خبر يبكي وخبر يضحك، فقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم ضوابط جديدة لتعيين المعلمين، منها أن لا يكون الخريج مصاباً بالضغط أو أمراض القلب وتليف الكبد والجذام. الواقع يقول إن الخريج لا يصاب بمثل هذه الأمراض إلا بعد التحاقه بقطاع التعليم. ويتابع الحربي: شبابنا يبكون العفاريت. فبحسب صحيفة سبق الإلكترونية، أخلت قوات الأمن مستشفى عرق المهجور منذ سنوات بعيدة من مئات الشباب الذين تواصلوا عبر الفيسبوك وتويتر للتأكد من شائعة وجود جن في المستشفى، فأشعلوا الحرائق في بعض أطرافه. أولاً، هذه أول مرة أسمع عن مستشفى مهجور بينما الناس لا تجد أسر في المستشفيات المأهولة. ثانياً، هل هذا هو حقاً جيل الفيسبوك وتويتر الذي سننافس بهم شباب العالم؟ ويختم الكاتب: قريباً سوف يسمع العالم أجمع بكاء الشبيحة الجماعي، ليس حزناً على فراقك بل خوفاً وهلعاً من المصير الأسود الذي ينتظرهم. وجاء التعليق الأبرز من القارئ: الفساد ثم الفساد. بصراحة أي مشكلة تحصل لدينا بالمملكة تجد أن سببها هو الفساد، سواء بالمشاريع أو البنية التحتية أو البلديات أو الصحة أو والحل موجود وهو شرع الله، ولو عرف كل مفسد أو مختلس أنه سوف يقام عليه الحد فصدقوني لن تسول له نفسه في الفساد والاختلاس. مقال من اختيار يا هلا للكاتب عابد خزندار بعنوان: أمة بلا رياضة. يقول خزندار: نحن أمة لا تمارس أي نوع من أنواع الرياضة، حتى رياضة المشي، بل لا نعتبر المشي رياضة، ولا نستغني عن السيارة في حياتنا حتى لو كان المشوار أقل من كيلومتر. بل قبل كل ذلك ليس لدينا أي وعي رياضي، وعندما بنينا مدارسنا للبنين أو البنات كانت الرياضة آخر همنا. ويضيف الكاتب: وبالطبع لم نفكر في إنشاء أي ملاعب خارجها للطلبة، وإن كنا بنينا استاداً أو ملعباً داخل مدينة جدة ولكنه لم يستخدم أبداً إذ لا يوجد حوله مواقف للسيارات، ولو أن هذا ليس المانع الوحيد. كما بنينا وفي جدة أيضاً مدينة رياضية قريبة من البحر ولكنها لم تستخدم أيضاً، ولم ندرك البتة أن الرياضة ليست ترفاً أو تسلية
بل ضرورية لأداء وظائف الجسم وصحته. ويقال إن ثلث السعوديين بدناء، وإذا كان الفتيان يمارسون نوعاً من الرياضة مثل كرة القدم. ويتابع الكاتب، فإن الفتيات محرومات من أي نوع من أنواع الرياضة. ووفقاً لصحيفة الشرق العدد الصادر في 20 مايو لهذا العام، اتفق عدد من الخبراء والكتاب والرياضيين على أهمية الرياضة لصحة النساء. ويختم الكاتب، فيما يرى البعض أنه لا ضير في الاستفادة من مدربات من الخارج، كما يرى آخرون ضرورة أن تخصص مستقبلاً أقسام خاصة في الكليات والجامعات السعودية لتخريج مدربات تربية رياضية حتى يستفاد منها بالشكل المطلوب. فعسى أن نستدرك ما فاتنا في هذا الصدد. مقطع اليوتيوب الأكثر تداول ومشاهدة في السعودية اليوم، وأيضاً الهاشتاج الأنشط لدى المغردين السعوديين والسعوديات، وقبل ذلك الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية أيضاً نتابع. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم اليوم من صحيفة الجزيرة بريشة الرسام الماضي. الهاشتاج الأكثر نشاطاً على تويتر في السعودية اليوم هو هاشتاج الهلال. تبادل المغردون في تويتر توقعاتهم لمباراة الليلة من الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا في مواجهات الاتحاد والهلال مع بيروز الإيران وبنياس الإماراتي. مقطع اليوتيوب الأكثر مشاهدة في السعودية اليوم هو الحلقة الأولى من برنامج هاشتاج من تقديم المذيع طراد فهد، والذي يتناول أهم القضايا الاجتماعية بشكل ساخر، وقد حاز الفيديو على أكثر من 115,000 مشاهدة في أقل من 24 ساعة. يا هلا وسهلا، معكم طراد فهد. أدري مو لايق على شكلي أبدا ولا دخل، لكن هذا اللي صار. وطبعا في هاشتاج راح نهاشتق عدة مواضيع، وطبعا لازم نهاشتق نفسنا ومجتمعنا وأخطائنا وبلاوينا وكل شيء متنيل بستيني لعندنا لازم نهاشتقه، بس أهم شيء هاشتقوا معنا. كثير من برامج اليوتيوب تكلم على الفساد، فساد 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 فساد، وبعدين فاهمين الفساد غلط. لما تقول لك فساد ايش حيجي في بالك؟ حيجي في بالك بشت، مناصفه، شب، عاطلين، اختلاس، سيول، بلا 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 من ذا الكلام. وبعدين حصرتوا كل الفساد في هذه المواضيع. الفساد مو بس كذا، الفساد يسيدي له انواع مره كثيره، فساد اداري، فساد اخلاقي، فساد اجتماعي. عموما خذ عندك الكلمات والردود هذه. سيستم داون والله اخوي. تعال السبت والله يا حفلة الخميس، أوف كلام كانت. أسمع يا حبيبتي بس دقيقة. هلا حبيبي. لا بس والله النظام يتحدث. بس أحد بس كذا يا أخوي. تحديث في النظام، تحديث في النظام. إيه يا أخي أنت غبي ما تفهم؟ إيش أقرب لك فلان؟ أيضا نبقى في المملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة بالأرقام وليس بالكلام. نتابع. 3,000 عامل يواصلون 500,000 ساعة عمل في مشاريع السيول بجدة. 18% من المياه المحلى عالمياً من إنتاج المملكة، حيث تعد من أكبر مصنعي المياه في العالم بإنتاجها. 6,000 خريج وخريجة تزوفهم الملحقية الثقافية بأمريكا السبت المقبل. 1,800 ريال أجر العامل المنزلي من شركات الاستقدام. فاصل أول ونعود لكم بعد قليل. ونختم أخبارنا وفقرتنا الأولى بسوالفنا الفنية لهذه الليلة. نتابع. عشاق الأغنية الخليجية حاضرين بالرباط للاستماع إلى أحد الأصوات الأصيلة، فضمن فعاليات مهرجان موازين أدى الفنان عبدالله رويشد أمام جمهوره أجمل أغانيه في أجواء استثنائية. وقد سبق ذلك الحفل مؤتمر صحفي للرويشد عبر فيه عن سعادته بالمشاركة في المهرجان. هذا الحدث لا يقل عن أي حدث كان، ولكن هذا مميز بطبيعة الحال. أتمنى أني أقدم ليلة مميزة
في هذه ليلة الموازين وليلة عبد الله الرويشد، إنه هذا المهرجان مهرجان عالمي وليس مهرجان إقليمي فقط. بفكر فيها جذري يعني أن تكون هناك أغنية مغربية من كلام مغربي ومن أنحان مغربية بالشريط القادم بإذن الله. وقد تحدث الرويشد عن عمله الجديد المنتظر بلد الضباب والذي صور مؤخرا في لندن. أغنية من كلمات الجراح ومن ألحان الأستاذ أنور عبد الله ومن إخراج أليسا ولوليتا في لندن صورناه بشكل جديد بانطلاقة جديدة بعبارات جميلة. بلد الضباب هي لندن، فصورنا في لندن، حبينا نشوف مدى حب الناس في لندن وحب الحبيب إلى لندن. وفي ليلة أخرى من ليالي موازين أحيت الفنانة نانسي عجرم سهرة فنية غنت فيها أشهر أغانيها. موازين بالنسبة لي مهرجان مميز، وبحب وجودي فيه لأنه بتلاقى بجمهور كبير وعريق وبحب الفن. بعد ما بلشنا نصور الكليب بس مع ليلى كنعان الكليب عم يتحضر، وألبوم الأطفال رح يكون بحزيران مع الكليب إذا الله رد. الصيف كمان يعني مثل كل صيف رح يكون في حفلات بلبنان وبرات لبنان. هلأ بعد المغرب عندي بتركيا وبمصر وبتركيا مرة تانية، بباريس وبالكويت، بتونس. ما تعتذرش بس متك سيب الكلام خليني امسح دمعتك. ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تستعد للمشاركة في مسلسل تلفزيوني غنائي استعراضي سيشكل مفاجأة في شهر رمضان المقبل، وهو عبارة عن 30 حلقة تحتوي كل حلقة فيها على عدد من الأغاني يكتبها الشاعر أيمن بهجة قمر ويوزعها موسيقيا زوجها الموزع محمد مصطفى، أما الإنتاج فلصادق الصباح. فاصل ونعود لكم بعد قليل. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في قضيتنا لهذه الليلة. كشفت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك أحيانا بعض البرامج أحيانا بعض الصفات أو التايتل اللي يكون وارد في الصحافة السعودية عندما يكون في لقاء، كشفت عن وجود شخصيات تحت مسمى ناشطات أو ناشطين أو ناشطون، سواء في الشأن الاجتماعي أو الديني أو التوعوي أو الحقوقي أو غيرها من المسميات التي يرى المراقبون بأنها ظاهرة غير صحية لعدم وجود مظلة واضحة لهم، إضافة إلى عدم وجود نتائج إيجابية لأعمالهم التي لا تتعدى الكلام والترويج لأسمائهم بحثا عن الشهرة في بعض الأحيان والمكاسب المادية على حد قول من يراقب. فمن هؤلاء الناشطات والناشطين، ومتى ظهروا، وما هي مؤهلاتهم، وما هي إيجابيات وسلبيات وجود هذه الفئة التي أثارت الجدل بين أطياف المجتمع السعودي؟ يعني مثلا تكون واحدة دوبها، يعني بقى بتكلم شوي بالعامي، دوبها تحبي شوي إلا ناشطة في مدري إيش، ولا واحد يعني ما نعرفه شوي إلا ناشط في مدري إيش. الناشط السياسي أو الناشط الاجتماعي أو الناشطة الاجتماعية والسياسية والحقوقية وإلى آخره، ما في واحد زائد واحد، ما في خطوات لأن يصل الشخص إلى هذا المسمى، أو أنها موضة كل واحد يعني ما عنده شغلة سمى نفسه ناشط. بالمناسبة أنا لست ضد الناشطين بشكل عام في السعودية وفي العالم، ولكني مع الناشطين والناشطات الحقيقيين
اللي فعلا يستحقون هذه الصفة. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير لزميلي عزام الخديد. على هامش مجتمع لا زال في عالم الحريات والحوار في مرحلة جنينية، ينشط أناس تترس خلف مسميات براقة من قبيل ناشط اجتماعي، ناشط توعوي، وناشطة حقوقية. هذه المسميات الفضفاضة أصبحت جواز مرور للظهور على شاشات الفضائيات وصفحات الإنترنت. أعتقد أنه السبب يعني نوع من الفوضى، وبالإضافة أنه إحنا كشعب نحب الألفاظ والمسميات والمصطلحات استخدامها حتى لو ما كنا عارفين وواعيين بالمعنى الحقيقي أو الهدف من هذه المسميات. لكن هؤلاء الناشطين يرون أنهم على ثغر من ثغور الوطنية بعد أن تخاذلت كثير من المؤسسات والنخب عن أداء واجبها تجاه المجتمع. غياب التنظيم خلق هذه الفوضى، وأنا أعتقد أنها ظاهرة صحية لأن هذه تشكل توازنات، ولكن إحنا عندنا مشكلة أكبر من كذا. مشكلة أنه في ناس يعني أكثر منهم يتكلم من المجتمع، في ناس يروا نفسهم أوصياء على المجتمع، يعني يحب يضع وصايته على المجتمع بكامله، يمنع ويحرم ويجرم على المجتمع بكامله. أشرعت مواقع التواصل الاجتماعي نافذة لهؤلاء الناشطين ليملأوا صفحاتها بتغريداتهم، وفي الوقت الذي يفتقد فيه هؤلاء الناشطون والناشطات لأي تفويض رسمي، إلا أنهم يتحدثون وبكل أريحية باسم مجتمع بأسره، وضع يرى البعض أنه جاء نتيجة لغياب منابر التعبير التي تخلقها مؤسسات المجتمع المدني. صعب أنك تضع ضوابط طالما أن هناك المجال مفتوح أمام هذه الشخصيات سواء في الفضائيات أو في الإنترنت أنهم يتحدثوا، فصعب أن تضع أي ضوابط. لكن أعتقد أن هي المسؤولية تقع على الجهات الإعلامية المحترمة أن هي تستضيف الشخصيات اللي فعلا تستحق هذا اللقب ناشطة حقوقية أو ناشط حقوقي. النظام يحمل الجميع، ولا الوقت والناس كفيل أنك بين مصداقية الشخص، يعني يبان لك الشخص المتسلق بناء على أعماله بناء على إنجازاته، ويبان لك الشخص اللي يبقى يقدم خدمة. يرى البعض أن الرزية ليست في حديث هؤلاء الناشطين والناشطات باسم مجتمع لم يفوضهم للحديث باسمه أصلا، بل الكارثة في تحويل هموم المجتمع إلى جسر يعبر منه هؤلاء إلى مجد شخصي أو مصالح ذاتية أو ربما لإرضاء رغبة جامحة في الترزز على شاشات الفضائيات وصفحات الإنترنت. عزام الخديدي، روتانا خليجية، جدة. شكرا عزام الخديدي لمناقشة هذا الموضوع. يسرنا نرحب بأستديوهاتنا في الرياض الكاتب الكاتب الصحفي والأكاديمي الدكتور محمد العبد اللطيف، وأيضا نرحب من أستديوهاتنا في جدة بالكاتب الصحفي ورئيس التحرير السابق والأسبق في صحيفة المدينة. عاد من كثر ما يغيرون في صحافتنا صرنا نلخبط بين الأسبق والسابق، ولكن هو ألذ ما لديه أنه صحافي سعودي قبل كل شيء. أبدأ معك أستاذ محمد الفال، شكرا لتلبية الدعوة. وفي الفترة الأخيرة انتشرت مقاطع على اليوتيوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام لأشخاص قدموا أنفسهم على أساس أنهم ناشطين أو ناشطات، ويتحدثون باسم مثلا فئة المجتمع يمكن وكلته يمكن لا، يتحدثون أيضا باسم رجال الدين أو باسم المرأة السعودية أو غيرها من المواضيع. كيف تعلق على هذه المشاهد؟ وهل من حق أي أحد أنه يعني يأخذ هذه التسمية يسمي نفسه ناشط، أم أن لها خطوات كبيرة من الموضوع ما يستاهل كل هذا الموضوع؟ من حق أي أحد أنه يكون ناشط في أي شأن هو يرى أنه ممكن يكون جيد؟ أولا أخي علي شكرا على الدعوة. شكرا لك. والحقيقة أنه لما اتصلوا بي الزملاء في روتانا خليجية جدة، أنا كنت دائما أعتذر عن كثير من البرامج للأسف، وليس يعني زهدا في المشاركة، ولكن رغبة في إفساح المجال للناس اللي يقولوا كلام فيما كلهم فيما يخصه. لكن عندما ذكروا قضية الناشطات الحقيقة أثارتني، لأني أنا من الناس المهتمين بقضية الألقاب بصفة عامة في المملكة. إحنا للأسف مرت بينا مجموعة طفرات، يبدو أنه في مجتمع لسه الأمور عندنا في مراحل تحولات، وبالتالي تمر بينا طفرات الأراضي وطفرات الأسهم وطفرات الشهادات العليا وطفرات الألقاب. تسمع دائما الأديب الكبير والمفكر
والمثقف والمعروف يعني حقيقة سلسلة من الـ من الـ من الألقاب. وأنا أعتقد أن هذه الظاهرة الحقيقة هي ظاهرة تعبر عن الحراك الذي يمر به مجتمعنا، وتعبر عن بعض السلبيات الحقيقة، من ضمنها ثقافة الاستسهال. الناس بتستسهل أشياء كثيرة، الألقاب الحصول عليها سهل إما بالشهادات أو كذا، فكيف الكثير من الناس يقول لك يا أخي طيب أنا ماني أقل من أحد، أعطي نفسي لقب ناشط. لكن أنا الحقيقة يعني كان في بالي نقاط، ولحسن الحظ أن الزميل عزام الخديدي أثار جزء منها، وهو غياب المنظمات التي ينضوي تحتها الأفراد. لو كانت في نقابات، لو كانت في جمعيات، لو كانت في هيئات، الإنسان يستطيع أن يعبر عن فكره وينتسب للهيئة، وبالتالي لا يحتاج إلى أن ينتحل لقب أو مظلة يصنعها لنفسه حتى يظهر فيها. فأعتقد أنه هذه واحدة من القضايا الجوهرية. ثم النقطة الثانية، أعتقد أنه إحنا أيضا في مجتمع أقدر أسميه، إحنا لازلنا في سنة أولى كلام، إحنا فجأة بدأنا نتكلم، وهذا الكلام من ظواهره أنه الإنسان عندما يتعلم المشي ويتعلم الكلام بيرتكب كثير من الأخطاء، ويعطي أحيانا نفسه أكثر مما يستحق، وأحيانا قد لا يعطي نفسه حتى ما يستحق. فبصفة عامة أنا أعتقد أنها هي ظاهرة ملفتة للنظر فعلا. وكنت أظن أنه مهمة الحقيقة الإعلام، وهذا كويس أنكم أثرتوا هذه الحلقة، وهذا الحقيقة الذي دعاني أن أتي إلى مشاركة فيها. أنا أعتقد أنه مهمة الإعلام ومؤسسة التعليم والمؤسسات التربوية ومنابر التعبير عن المجتمع، آن الأوان أن تبدأ تغربل هذه الألقاب، ولا تسرف في إعطاء الناس ألقاب لا يستحقوها. أنا أذكر لك يوم من الأيام، مثلا يوم من الأيام أحد الزملاء اللي يكتبون في الصحف غاب عن الكتابة فترة وجيزة، وعندما رجع أرادت الجريدة التي يكتب فيها أن تجامله، ففوجئت بخبر على الصفحة الأخيرة بعودة الكاتب الكبير. فاتصلت عليه قلت له يا فلان، إذا أنت تسمى كاتب كبير وأنا أسمى كاتب كبير، ماذا تركنا للكتاب المفكرين الكبار؟ فأنا أعتقد أنه آن الأوان الحقيقة أن نضع الأشياء في، نعطي الأشياء مسمياتها. وأنا أعتقد أنه آن الأوان أن المجتمع يكون أيضا رقيب، المجتمع بأدواته الإعلامية والصحفية والعلمية يكون رقيب على هذا النوع من الألقاب التي الحقيقة تعطي الإنسان ما لا يستحق، وتساوي الجيد بالضعيف، وتساوي المبرز بغير المبرز. فأعتقد أنها قضية كبيرة، وقضية تربوية، قضية أخلاقية، قضية ما بدي أقول مسألة دينية، لأنه أيضا يدخل فيها الواقع أنه موضوع الصدق، أنت عندما تعطي نفسك لقب. بنتكلم عن هذه الزاوية بعد شوي أستاذي، لكن خلينا ننتقل للدكتور محمد العبد اللطيف. دكتور محمد أهلا وسهلا بك، شكرا أيضا لتلبية الدعوة. كثيرا ما نسمع، ولعلك أنت تسمع أيضا، عن الناشطة أو الناشط الحقوقي والاجتماعي والأسري والدعوي والتوعوي وغيرها من المسميات. هل تعتبر هؤلاء النشطاء يعني ظاهرة صحية، أم لديك تحفظ على هذه المسميات؟ الأستاذ محمد ألمح إلى أنه ربما يكون المبرر هؤلاء غياب المؤسسات، أيضا كما ألمح لها عزام في التقرير. في عندك وجهة نظر أخرى، أم أنك تتفق في هذه الجزئية تحديدا؟ أخ علي، أولا أنا أشكركم على الاستضافة، وأرحب أخواننا الضيوف اللي معاك وأخواننا المستمعين. أهلا وسهلا. وأحب بس أنبه إلى شيء واحد، أني أنا ما شفت التقرير، أنا ماني شايف قدامي إلا صورتي فقط. هذا أحسن شيء، أحسن لك من صورتي الأخوان. يعني ربما أنا أقصد يعني أنه ما استطعت أني أتابع التقرير. نعم. ولكن أنا أتفق مع الأخوان عموما في المجمل في بعض ما قالوه، وأختلف في بعض الجوانب، فيما أنا فعلا أتفق معهم في أنه غياب مؤسسات المجتمع المدني اللي تهيئ للناس التنظيم وتهيئ لهم أنهم يعبرون عن آرائهم بشكل منظم وبشكل مسؤول، بحيث يكون فيه تنظيمات لها المؤسسات، أنك أنت عندما تأتي أن تطلب أنك تتبنى مؤسسة معينة تدافع عن رأي ما، تعطى قائمة من الأنظمة أنك يجب أنك تلتزم فيها، وتلتزم باحترام الآخرين واحترام الأنظمة واحترام القوانين وعدم تجريح المجتمع أما في ظل الغياب، طبعا احنا كثير من المجتمعات حتى المجتمعات الغربية أخذتها وسائل الإعلام الحديث هذه مثل تويتر والفيسبوك
أخذتها على مثل ما يقول على حين غرة يعني. حتى اللي اخترعوا الفيسبوك نفسهم، حتى الشاب اللي اخترع الفيسبوك أو الذين أتوا بعده وجاءوا بتويتر ما كانوا يعرفون أنه بيصل هالأبعاد هذه. وطبعا إحنا في مجتمعنا في المملكة العربية السعودية، أنا شخص يعني من فترة قصيرة ممكن أعتبرها أنا لي تواجد بتويتر، وقد أختلف مع الأستاذ محمد الفال في شيء معين، أنه نحن لسنا في ألف، لسنا مبتدئين فيما يتعلق بالإعلام. أفضل ما هو قال الكلام سنة أولى كلام، أفضل من يعبر وأفضل الآراء اللي أنا قرأتها، نعم أولى كلام، أفضل الآراء التي أنا قرأتها هي لشباب سعودي أنا ذهلت بمدى العمق ومدى القدرة على التعبير وكذا. ولكن في السابق كان الإعلام بما أنه إعلام موجه كان هو الذي يختارنا الوجوه، هو اللي يقدمها لنا، يقدمها بالشكل الذي يريده هو وعن مواضيع، وهو الذي يخلق هذه الشخصيات. أما عندما جاءت وسائل الإعلام الحديثة، عندما جاءت الفضائيات مثلا، عندما جاءت روتانا لا تلتزم بخط معين، روتانا تستضيف ناس كثر، فهي أتاحت الفرصة لوجوه أخرى غير الوجوه الرسمية. الآن أصبح على الإعلام الرسمي أن ينافس الإعلام غير الرسمي، وأصبح على الإعلام الإعلام الفضائي والإعلام أن ينافس وسائل الإعلام الحديثة اللي هي تويتر وغيرها، لأنها أسرع وقادرة على التعبير عن الأشخاص بشكل أوسع. ولكن فيما يتعلق بأن الإنسان يعتبر نفسه ناشط أو يعتبر نفسه كاتب كبير أو يعتبر نفسه فيلسوف، هذا أمر يعود للناس ويعود له هو. وكثير من الناس يعني هم يتبادلون الألقاب هذه، يعني أنت تسميني كاتب كبير وأنا أسميك الكاتب العظيم، أنت تسميني المفكر وأنا أسميك اللي سبق وفكر، يعني ما في حدود، ما في قيود لها هذه، ولا يستطيع أحد يضبطها. ولكن إيه أنا يضبطها، بس أنت معها ولا ضدها للمنطقة والله أنا لا تغيظني في شيء، أنا لا أكبر أحد لأنه يكبر نفسه، ولا أقرأ لأحد لأن أنا ما عمري ولله الحمد وأحاول أنشر هالشيء هذا، ما عمري قرأت لواحد من أجل اسمه فقط. وإذا كان كتب مرة كتابة جيدة فأنا كتابته الجديدة هذه لا أسحب عليها ما كتبه في السابق. جميل. أرى ماذا كتب، أنا يهمني ماذا يقال، يهمني ماذا يكتب، وليس من قاله أو من كتبه. طيب. يعني حتى فيما يتعلق بكثير من المسائل. نعم، راح نتوقف مع فاصل ثم نعود بعد ذلك ونشوف تعليق أيضا الأستاذ محمد الفال على ما ذكرت. فاصل ونعود. أهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث الموضة الجديدة أو القديمة الجديدة والمتجددة اللي هي كل أحد يقول ناشط وكل واحدة تقول ناشطة، ما عندنا مشكلة معهم، لكن من يستحق هذه الصفة؟ هل لها معايير أم لا؟ ناشط توعوي دعوي حقوقي اجتماعي سياسي، كل هذه الأمور بنناقش ضيوفنا الأعزاء الأستاذ محمد الفال وأيضا الدكتور محمد العبد اللطيف. أستاذ محمد، اختلف معك بعض النقاط الدكتور محمد، إذا تبغى تعلق تفضل. لا والله أنا أعتقد أنه الدكتور محمد الحقيقة هو ليس خلاف، هو خلاف في الصياغة وليس خلاف في الجوهر. نعم. عندما قلت أنا أنه إحنا نتعلم سنة أولى كلام، الدكتور قال لا إحنا عندنا إعلام متقدم، ثم رجع وقال لا كان الإعلام القديم الرسمي هو الذي يظهر الناس، هو الذي يخفي الناس، وبالتالي عندما انفتحت الأبواب تبين أنه عندنا عقول ناضجة. أنا هذا الذي أقصد بمسألة أنه حتى العقول الناضجة عندما لم تتدرب، اللاعب عندما حتى اللاعب الجيد عندما يريد أن يدخل الملعب يحتاج إلى تسخين وتمرين. فإحنا ما إحنا مختلفين في الجوهر، احنا انا الذي اعنيه بسنقول كلام ان مساحه القول عندنا اتسعت ودخلها المميز كما وصفه الدكتور محمد وانا معه في هذا، ودخلوا ايضا غير المميز، هذه واحده. النقطه الثانيه عندما تكلم عن قضيه انه هو لا يتاثر كمحمد الدكتور محمد عبد اللطيف بالكاتب سواء بلقبه او كذا، هذا صحيح، لكن انا بدي اذكر الاستاذ الدكتور محمد انه ليس كل الناس الدكتور محمد عبد اللطيف، انا اتكلم على قيم. احنا الان نتحدث عن محاربه الفساد، والفساد ليس محاربه ماليه فقط، المحاربه محاربه اخلاقيه، ومحاربه اخلاقيه بمعنى ان على سبيل المثال النفاق ظاهره اخلاقيه سيئه، اعطاء الناس القاب بالثناء عليهم بالقاب لا يستحقوها واقع الامر هو فساد اخلاقي انا في تصوري.
فبالتالي أنا لا أتكلم عن تأثير لقب على المتلقي الناضج الذي لديه معايير الحكم كما الدكتور محمد. أنا أتكلم على السواد الأعظم من الناس. عندما نقدم لهم كاتب أو مفكر أو ناشط أنه كما قلت ناشط حقوقي أو ناشط سياسي أو ناشط، وواقع الأمر هو ليس بالناشط، هو واقع الأمر أنه طالب شهرة. فبالتالي عندما نقدم لهم أيضا الكاتب بأنه الكاتب الكبير أو المفكر أو العالم على سبيل المثال، فواقع الأمر نحن نعطيه بطاقة إذن للتأثير في عقول الناس بطريقة لا شعورية. هذا الذي أقصد الحقيقة بهذا الحديث. نعم دكتور محمد، برأيك من هي الجهات الرسمية التي يجب أن تتخذ موقف من هؤلاء الناشطين والناشطات، سواء من أجل تنظيم العمل أو التحقق من هوياتهم وحقيتهم بهذه الصفة؟ والله إذا سمحت لي، هناك نوع من المدعين النشاط، هناك من يعتبرون أنفسهم ناشطين ويترتب على ذلك أمور ما، يعني أن يمثل أحد حقوقيا أو يدعي تمثيله حقوقيا بشكل رسمي، أو هناك مثلا من يأخذ الإعلام كوسيلة للدعاية للتدريب أو شيء من هالقبيل. هذا يجب أنه الجهات المسؤولة سواء الإعلام أو غيرها أو الجهات المختصة، مثلا إذا أحد يدعي التدريب في علم النفس مثلا ويأتي بالناس ويوعدهم بالسعادة ويبيعهم وهم وكذا، هذا المفروض وزارة الصحة تتحرك. الناس الذين يدعون أنهم مثلا ناشطين بشكل معين يمثلون اتجاهات معينة، هذا أيضا لهم جهاتهم الخاصة فيهم. ولكن أنا بالحقيقة أتفق مع الأستاذ محمد في أشياء كثيرة من اللي قالها، يعني إذا كانت الناس تهدي الألقاب وتتبادل الألقاب من قبيل النفاق أو حتى على المستوى الرسمي، هذا عمل لا أخلاقي، هذا عمل لا أخلاقي ولا يقرها أحد ولا أحد، وهو ممارس وللأسف يعني. وأنا ودي أقول شيء واحد بس، أنه الفساد الفكري غير المادي دائما يرتبط بالفساد المادي. وفي ناس كانوا يرون طبعا جزء من المنظرين السياسيين أنه إذا المجتمع إذا اختلت موازينه ماديا وأصبح فيه فساد مادي، فطبيعي بيكون فيه نوع من إفساد للعقول وإفساد الفكر حتى يبرر هذا الفساد المادي. ولذلك يعني أنت لا تستطيع أن تصلح أحد، ولكن أنا يعني مسرور جدا أنه الإعلام الحديث أتاح للناس كلها أنها تعبر عن رأيها، أتاح للناس أنها تتبادل الآراء بشكل غير متاح. بالأول أنت تكتب ما في عليك رقيب، صحيح هناك ناس يسيئون استخدام الأشياء هذه، وهناك ربما ناس موجهين لإساءة استخدام الإعلام الحديث، بمعنى أنهم عملية أنهم إذا كانت هالإعلام الحديث هذا فيه تبادل آراء، هناك من يدخل حتى يفسد تبادل الآراء هذا. طبعا أنا ما أعتقد أنه فيها الآن جهات تستطيع أن تنظم، إلا إذا عملت مثل ما عملت الباكستان وعملت إيران، أنك تغلق التويتر مثلا وتوقف الأنترنت والأشياء هذه. طيب. وأنا ما أعتقد أنه إحنا بلدنا طبعا في وضعه الحالي ومستواه أنه يريد أن أو يرغب في الإقدام. نعم. على الشيء هذا. نعم أستاذ محمد، في 7 مايو الماضي نشرت صحيفة عكاظ مقال الكاتب صالح الطريقي، قال فيه نقرأ تعريفها لأحدهم يؤكد أنه ناشط حقوقي واجتماعي ودعوي في آن واحد، مع أن صورته وجسده المترهل يشي بأنه لم يكن يوما ناشطا حتى رياضيا. وقال الكاتب أحيانا أحيل الأمر لمركب النقص، وأن الإنسان كلما شعر بنقص داخلي حاول أن يكمله من الخارج. وقال أحيانا أحيل الأمر لجهلي بالأفراد الناشطين لكثرتهم، ويبدو أن أغلب الناشطين والناشطات وبسبب حب الإنسان للتغيير يستيقظ أحدهم صباحا فيقول لنفسه طفش يلا نصير ناشطين حقوقيين. والسؤال يعني لك، هل توافق الكاتب على وصفه لحال النشطاء في السعودية أم تختلف معه أم تتفق وتختلف في نفس الوقت؟ إذا تأذن لي أخي علي قبل ما أجيب أو أحاول الإجابة على مقال الأخ طريقي، أرجع للنقطة اللي أثارها الدكتور محمد عبد اللطيف. وأنا الحقيقة أتفق مع مبدأ أنه مسألة إغلاق الأبواب ليس هو السبيل لتصحيح الأخطاء الاجتماعية.
أنا أعتقد أنه إذا كانك سؤال كان سؤالك للدكتور محمد أنه هل ما هي المؤسسات وكيف نضبط هذا المسار، أنا أعتقد أنه أولا أتفق مع الدكتور محمد أنه الإغلاق ليس هو السبيل الأصوب ولا الأرشد للقضاء على القضايا الاجتماعية، هناك حراك اجتماعي لا بد أن يستوعب استيعاب صحيح وسليم، لكن مجرد التفكير في كيف نعالج هذه الإشكالية أنا أعتقد أنه بإيجاد مؤسسات تستوعب أصحاب الرأي أو المهتمين بالشأن العام اللي يستطيعوا أن يعملوا من خلالها بطريقة منظمة، هذه واحدة. النقطة الثانية نترك هذا الذي نشاهده الآن، أنا أعتقد أنه بعد فترة سيصفو، الجيد سيبقى، الناشط الحقيقي سيظل، ولا نستطيع الحقيقة في غياب المؤسسات أن نحجر حقيقة على الناس أيضا أن يعبروا، هذه مسألة فيها حقيقة فيها أعتقد أنه يعني عدم موضوعية وعدم مواكبة الذي أنا عمل كنت, كنت, كنت السؤال الجهات التي تحق هل مدى هل هو فعلا ناشط ولا ما، يعني ما كان عندي مسألة إغلاق، بس بخليك تكمل، بس ودي أيضا تعلق على نقطة أنه أيضا الإعلام عليه دور، يعني لا حنا في التلفزيون ولا في الصحافة ولا في أي مكان، أنه مثلا إحنا لما نعد برنامج أو بنستضيف الضيوف لا بد يكون عندنا إحنا أيضا معايير للضيوف، بمعنى أنه لما أحد يقدم نفسه كناشط لا بد يتحقق أنا هل هو ناشط أم لا، لأني أنا راح أجني على ناشط على الناشطين الحقيقيين في حالة استضفت ناشط وهمي أو هو يعتقد الناشط، أيضا في دور أيضا علينا نحن. أنا هذا اللي قلته في بداية الحديث أنه المسألة ضبطها يحتاج إلى تكاتف كل منظمات المجتمع، كل أدوات الضبط الاجتماعي الإعلامي والتربوي والفكري وحتى الديني، ولذلك أنا فعلا أنت عندما تدعو ضيف إلى برنامجك هذا ويقول لك أنا ناشط الاجتماعي، أنا أعتقد أن الزملاء في الإعداد يدفعوا عن هذا الناشط ما هو تاريخه، فإذا كان يستحق هذا اللقب تعطوله هذا اللقب، لكن إذا لك يستحق يقول يا أخي شوف لك لقب يناسب مع مهنتك أو وظيفتك، هذا الذي أدعو إليه. وأنا يعني أنا في أكثر من برنامج يسألوني الزملاء ليس في هذا البرنامج ولكن في غيره ما هو اللقب الذي تريد أن يعني تعرف به، أنا أقول لهم صحفي سعودي، لأنه هذه الصفة التي لا يستطيع أن يسلبني إياها أحد، بقية الأوصاف قد أفصل من وظيفة، قد أزال من مكان، قد أتقاعد، لكن هناك صفة مهنية تلازمني وأنا معتز بها ومتشرف بها، فبالتالي هي التي جميل. أحتفل أنا بعطي تفريعة بسيطة قبل الفاصل يمكن ما لها شوية علاقة بس بذكرك فيها أستاذ محمد الفال. أتذكر مرة بعد أن تركت رئاسة تحرير المدينة أو تركت يعني في تلك الفترة التقيت معك مرة أحسنت هذا الفعل المبني المجهول أحسنت له نعم التقيتك مرة وكنت أسأل فقلت لي شيء عجبني الحقيقة عجبني يعني مهنيا، قلت أنت ما عندك مشكلة أنك تعود صحفي في أي جريدة في السعودية إذا كان العرض مناسب، لم تتمسك بأنه لازم ترجع رئيس تحرير، وهذا كان الحقيقة جيد ويحسب لك ولا زلت أقولها وأقولها كل المهنيين رئاسة التحرير أو غيرها هو تراتب وظيفي وليس تراتب في الكفاءة ولا في الخبرة ولا في المهنية. نعم فاصل ونعود بعد قليل. أهلا وسهلا بكم من جديد، لازلنا نتحدث عن موضة الناشط الناشطة كل هذه الأمور، ضيوفنا الأعزاء الأستاذ محمد الفال والدكتور محمد العبد اللطيف. دكتور محمد في الفترة الأخيرة شاهدنا عدد من السيدات تحدثنا باسم المرأة السعودية عبر وسائل الإعلام على أساس أنهن ناشطات فقط، كيف تنظر لهذا الجانب وهل يحق لهن تقمص شخصية المتحدثات باسم السعوديات، لأنه هذا الموضوع أثار حفيظة كثير من السعوديات مثلا في اليمين وفي اليسار، يعني اليمين زعلانين واليسار أيضا زعلانين من بعض لأنه يطلع ناشطات من الطرفين، فبالتالي ما الذي يضير لو كانت مثلا قدمت نفسها هذه السيدة اللي تتحدث مثلا عن السعوديات وتظهر يعني مثلا في قنوات مختلفة سواء كانت السعودية وغير السعودية أن وضعت نفسها ككاتبة أو صحفية أو تحط ما الذي يضير، وهل فعلا أيضا أبغى يعني رأيك أنت في الموضوع، يعني هل هو شيء صحي أم أنه شيء سلبي يعني يجب أنه متابعته أو وضع حلول؟ أولا يا أخي علي بس أنا أبغى أنبه على شيء معين، أنه كلمة ناشط هذه ما لها معنى، ما لها أي معنى، وهي ليست لقب لا نظامي ولا قانوني ولا أكاديمي ولا شيء، ناشط ينشط على كيف ما شاء،
لا أحد يستطيع يمنعه ولا أحد يستطيع أنه يقول له أبدأ بنشاطك. الشيء الآخر نحن في نظام تعليمنا عندنا نوع من الوصاية من نبدأ في المدارس وإحنا في أحد يفكر لنا وفي أحد إحنا بس علينا نحن نحفظ ونجتر وكذا، وأصبح عندنا نوع من الكسل حتى في التفكير. الناس الآن يعني تبحث عن من يفكر لها، عن من يجد لها الحلول، ولا تفكر هي بنفسها. فيما يتعلق بالمرأة، أنا أعرف أنه في ناشطات فعلا، إذا كان المعنى ناشطات أنهم مجموعة من السيدات الذين لديهم قضية مشتركة. مثلا قيادة المرأة مثلا في المجتمع السعودي خلقت مجموعة من النساء اللي جمعتهم المطالبة بالسماح لهن بالقيادة. طبعا أنت كلامك صحيح، يعني هناك ناشطات من اليمين وهناك ناشطات من اليسار وهناك ناشطات من كل اتجاه، ولكن فيه نوع من وفيها بعض السيدات المجتمع يعني لديهم نشاط معين، ولكن أن تأتي واحدة منفردة مثلا وتطلق على نفسها ناشطة، هذا أنا كلام يعني أعتقد أنه غير يعني كلام غير مسؤول، يعني خلينا نقول يعني. ولكن أنت جبت مثل جميل جدا، أنت جبت الأخ صالح الطريقي، وأنا أقرأ الأخ صالح في تويتر وكذا. صالح الطريقي ناشط يعني هو لا يختلف عن الآخرين، سواء سمى نفسه ناشط ولا ما سمى نفسه ناشط، لأن كل الكلام اللي هو يتكلم عن نقده عن أحيانا بشكل مباشر وأحيانا عبر شخصية هو اخترعها. بس ما يقول عن نفسه ناشط هو يعني. فيعني ما في فرق، ما في. طيب في قطع هذا إلى أن يتم الإصلاح راح نروح الجدة. أستاذ محمد، يمكن أحد يشوف يمكن أحد يشوفنا الحين يقول دولة ليش يعني حاقدين على الناشطين والناشطات، يعني قد يكون ذلك. يا أخي حطوا أنفسكم أنتوا ناشطين وريحونا إذا أنتوا حاسدين. لكن حقيقة أنا شخصيا الحقيقة ما عندي حسد في هذا الجانب نهائيا. ودي أسأل إذا كان عندنا نموذج نحاكيه، وأنا دائما هذا السؤال في أمور كثيرة، في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في شيء من هذا النوع أو شيء يشبهه، معايير مختلفة مثل هذه أم لا؟ أولا أخي علي، أنا زيك ماني حاقد على أحد ولا أني حاسد أحد، ومسألة النشاط كل واحد ونشاطه، وأنا شخصيا كسول ماني من الناشطين أبدا. لكن نرجع لقضية أيضا المقارنة أخي علي، تذلي بهذا بس الاعتراض، مسألة المقارنة في أوروبا وأمريكا بما نحن عليه، أعتقد أن المقارنة ما حتكون صالحة المقارنة في الصورة الكلية بالصورة الكلية. في بداية حديثي قلت أنه في المجتمعات اللي استوت فيها الأمور ونضجت واستقرت فيها الأحوال وتأسست فيها هياكل وجمعيات وهيئات، أصبح الإنسان ينخرط بنشاطه في الحقل الذي هو معني به. في الغرب موجود طبعا ناشطين في الحقوق الإنسانية موجودين، خاصة أنها جمعيات كلها جمعيات أهلية والناشطون فيها متطوعون. فنعم هناك هيئات ينشط فيها الإنسان في التطوع، ينشط في سواء في الخدمة العامة، لكن تستوعب منظمات سبقت ولها تجارب، وبالتالي لم يعد الفرد يشتغل لوحده. أنه نسمع واحد مثلا ناشط منفرد لوحده يجلس في تلفزيون يقول أنا ناشط، إذا سئل ناشط مع من، ناشط في ماذا، قد لا يجد الإجابة الصحيحة. فكل الذي ندعو له الواقع الأمر ليس هو يعني حسد كما قد يتوهم البعض، أو غيرة قد يظن البعض، أو يعني على طريقة حامض يا عنب ما قدرتوا تصيروا ناشطين فأنتم تنتقدوا الناشطين. لا لا والله لا، إحنا بندعو إلى أنه فعلا المسميات تعطى بشكل موضوعي عشان الناس فعلا حتى تقدر الناشط. عندما يكون هناك ناشط حقوقي ورجل يعني أو مرأة ينشط في هذا المجال، أنا بالمناسبة أقدر بعض الناشطين الحاليين الذين ينشطون في مناخ ليست فيه هيئات تستوعبهم أيضا. هذول لا أستطيع الحقيقة أغمضهم حقهم أقول هؤلاء الناس ينبغي أن يسكتوا قد، لكن طبعا لا شك أنه يعني يعني في تعبير وإن كان يعني ما له علاقة بالموضوع، يقال أنه سيدنا عمر قال الحاج كثير الركب كثير والحاج قليل. ف يعني دعاة النشاط كثيرين جدا، لكن الحقيقة أن النشطاء العاملين اللي فعلا ليؤثروا قلة.
فعشان لا يطيل في الكلام، أنا أقول إنه المقارنة بالصورة الغربية ناقصة، لأنه إذا طالبنا الفرد هنا في مجتمعنا بأن يكون مثل الغرب لابد أن نوفر له المحيط الحقيقي اللي ينشط فيه بشكل طبيعي. فبالتالي أنا أعتقد أيضا من الظلم أن نجني على الناشطين المحليين، نقول لهم لا أنتم انتظروا حتى صح. يصير عندنا عندهم ظروف هياك نعم. عندهم ظروف، بس هذا الذي أريد أن أقوله. أنا طبعا ما أجبت على مقالة صديقنا صالح الطريقي، وهو رجل يعني أنا أقرأ له كما يقرأ له الدكتور محمد، وصاحب قلم رشيق ولقطات، وأعتقد أن المقالة اللي أشرت إليها هي كانت يعني لفتة باسمة أكثر منها موقف يعني أن نكون معه أو ضد. طبعا أكيد واحد مثلا مترهل ما تقدر تسميه ناشط، لكن واحد نشيط أيضا تسميه نشيط وهكذا. نعم معي الاتصال، لكن قبل ذلك الحقيقة إحنا في أهلا وضيوفنا يعني قالوا رأيهم في هذا الموضوع. إحنا نحترم كل ناشط فعلا هو ناشط، يعني عنده تاريخ في هذا الموضوع وعنده جهد وعطاء، ولكن الحقيقة أنا شخصيا وبرنامجي لا يحترم نهائيا كل أحد يضع هذا اللقب ويتسلق عليه وما قدم لا شيء لا للمجتمع ولا عنده تاريخ. وإن شاء الله يعني لن يعني نبذل جهد إن شاء الله إن 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 ما نكون مغفلين يوم نستضيفه في أهلا، مع أنه ممكن نسقط في ذلك. تفضل أخي علي. بالإضافة إلى هذا الجهد اللي أنت تشكر عليه على أنك لن تكون، أنا أتمنى أيضا على كل وسائل إعلامنا أن يكون عندها هذا الحس وتقاوم بعض المظاهر السلبية. يعني أنا مثلا خليني أتكلم بدون ما أسمي، طبعا كثير من الأقلام التي تظهر في وسائلنا في صحفنا المحلية الواقع الأمر ليسوا كتاب، وهم الواقع الأمر يعتمدوا على مقاولين، وطبعا لا أرجوك لا تسألني مين المقاولين ومين هم الكتاب، وهذه مسألة أظن أنت والكل جماعة زي ما يقولوا أهل الكار عارفينها. أنا الأوان الحقيقة أن نوقف هذا النوع من الظهور الإعلامي الذي الحقيقة يفسد المهنة ويفسد الأخلاق. يعني ليس بعض الناس يبغى يصير رجل أعمال ويبغى يصير كاتب ويبغى يصير مفكر ويبغى يصير أستاذ في الجامعة، يا أخي هذا ما صار. يعني أنا ما أمنع أنه يعني إنسان تكون عنده مواهب متعددة، لكن الذي ليست عنده مواهب متعددة أنا الأوان أن نقول له يا أخي جزاك مكانك تحمد، أنا الأوان أنك توقف عن هذا. هذه الدعوة أثارتها كلمتك الآن أن أنت وبرنامجك لن تكون مسرح للناشطين غير الناشطين. نعم إحنا راح نستأذنكما دكتور محمد وأستاذ محمد في فاصل، بعد ذلك راح يكون معنا هاتفيا الدكتور صالح الحمادي الكاتب الصحفي بعد الفاصل. الناشط موضوعنا، هل هي موضة؟ هل في معايير لهذه الصفة من كل من أحد رغب في ذلك ممكن يكون ناشط؟ هذا موضوعنا اليوم. ضيوفي الأعزاء الأستاذ محمد الفال الصحفي السعودي كما يحب والكاتب أيضا، والدكتور محمد العبد اللطيف الكاتب الصحفي اللي فقدنا الاتصال معك إن شاء الله يعود بعد قليل. معي على الهاتف الدكتور صالح الحمادي وهو أكاديمي وأيضا كاتب صحافي. دكتور صالح، يعني هناك ألمح الدكتور محمد العبد اللطيف أنه موضوع هذه الثورة الناشط والناشطة اللي خلاها تكون بهذه الكثافة موضوع قيادة المرأة للسيارة والتجاذب اللي صاير الديني والاجتماعي، وهناك من يقول أنها مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي أدت إلى تسابق الناس على هذا التايتل أو هذه الصفة. أن تتفق مع أي رأي فيهم؟ يعني ما هو المسبب اللي خلى في ثورة في هذا الموضوع؟ وسي مساك الله بخير أنت وضيوفك ومسي بالخير على السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. الحقيقة ظاهرة الناشط الاجتماعي أنا أعتقد أنها صوت جديد على المجتمع السعودي بأكمله. قد يكون مبدأ البعض قاعدة من رأى منكم منكرا، فهذه بيكون لها شيء من القبول والحظوة عند المتلقي، وقد يكون لها البحث عن العضوى وهذه تسقط صاحبها وتفسد يعني خطواته.
انا الحقيقه تابعت البعض يطلق عليهم ناشط او ناشطه اجتماعيه في الفتره القليله الماضيه، وجدت ادوات بعضهم ضعيفه جدا، لغه هزيله، ولا يوجد ارض صلبه يتحرك منها لتحديد الاهداف التي يفكر فيها. بل ان بعض الناشطين ممن نعتقد انه شق طريقا طويله في هذا الاتجاه مثل محمد سعيد الطيب وقع هكذا وهو يتزعم لغة الناشطين، وقع على آخر بيان دون أن يكون له دور في أو بصمة في استراتيجية هذه الورقة، بل أعطى تفويض كامل وخارج السعودية لهذا التوقيع. أنا أعتقد أن هذا كلام ضعيف جدا إذا لم يكن له دور في كتابة. هذا موضوع لحظة يا دكتور صالح، دكتور صالح اسمعني أنا أسمع. أي اسمعني، أنت الآن رحت عند ناشط حقيقي، يعني انتقدت ناشط حقيقي فعلا عنده تاريخ في هذا الموضوع. أنا أتحدث معك عن الناشطين اللي ما لهم علاقة بالموضوع وصار كل واحد ناشط. فيما يتعلق بالناشط محمد سعيد طيب، وضح في البرنامج الموقف والملابسات، ولا أحتاج أنا لتوضيحك لأن صاحب الشان وضح. أنا أتحدث معك عن الموضة الجديدة أنه كل واحد دوب يحبي الآن سواء كان شابا أو فتاة يقول ناشط حقوقي. جاوبني على هذا السؤال فقط، لأنه الرجل اللي تحدث عنه غير موجود في الحلقة. أنا أحترم رأيك، لكن أنا أشرت إلى أن بعضهم أدواته ضعيفة وسمعنا ولا يملك القدرة على أن يكون ناشطا بمعناه الحقيقي، وأشرت إلى خلل البعض الذي وصل إلى صفة ناشط كبير وليس له دور فيما تبرزه لنا الساحة، وأشرت إلى أن هناك خلل أيضا في الجهات الرسمية لدينا في عدم بلورة هذه الفكرة بشكل منظم وبشكل جميل، وآخرها الإعلان عن جمعية الكتاب. أنا أعتقد أن هذا خلل، كنا نتمنى أن يكون هناك اتحاد وليس جمعية، ويكون لنا حضور في المنتديات والمناسبات الدولية. أيضا يجب أن يكون عندنا تقنين في منح مساحات الضوئية لبعض الذين يتسلقون هذه المنابر ولا يملكون الصفة التي تسمح لهم بأن يكونوا نشطين اجتماعيين. طيب شكرا لك دكتور صالح الحمادي. تعليق أخير أستاذ محمد الفال. أنا أولا حقيقة طالما ورد اسم، إحنا كنا نتكلم عن ظاهرة عامة، وأعتقد أنه مضى من البرنامج لم نشر فيه إلى أسماء، لكن حديث الدكتور صالح الحمدان ضرب مثل بالناشط محمد سعيد طيب في معرض حديثه عن من أدواته ضعيفة، والحقيقة أعتقد أن المثال ليس جيدا، لأنه أنا أعتقد ظنيت أنه سيذكر بعض الأسماء اللي أدواتهم يعني ضعيفة. هذا الرجل طبعا مثل ما وصفته ليس موجود الآن، ولكن أعتقد أنه تاريخه ومواقفه لا يمكن أن يصنف أنه ضعيف الأدوات، بغض النظر أن اختلفنا معه أو اختلفنا معه. صحيح. هذه واحدة من باب الشهامة ومن باب الإنصاف، يعني أعتقد أنه يعني ينبغي. هذا الذي يا أخي علي حقيقة هذا يعيدنا إلى جزء من هذا الذي نتحدث عنه، لابد الحقيقة أن نضبط مصطلحاتنا ونضبط أوصافنا للناس. الذي نختلف معه نقول له اختلفنا معك لأن مختلفين معك كذا وكذا، الذي نتفق معه نقول له هكذا، لكن لا نخلط عدم رضانا عن فلان ونلبس ثوب ليس ثوبه. هذا الذي الحقيقة هذا الفصل أو هذه التفاصيل اللي أنا أعتبرها جزء الحقيقة من قيم أخلاقية لابد أن تسود في مجتمعنا. ليس بالضرورة أن نتفق مع محمد سعيد طيب بلا شك، بل ربما هناك الكثرة الكاثرة مختلفة معه، لكن لا نصف بأنه ضعيف الأدوات. هذا فقط من باب التوصيف لأن ورد اسم الرجل، والحقيقة كنت أتمنى أن لا نتحدث عن أسماء. وبعدين يعني أنا تحدثت عن تاريخ، وهذا الرجل التقى بكل بالقيادات في المملكة على مر عقود طويلة ويعرفونه جيدا ويعرفهم جيدا، ونتفق ولا نختلف معاه في النهاية هذا يستحق هذا لأنه عنده يعني سنوات من العمل ومن الجهد. أنا عموما طالما أنه الأستاذ محمد سعيد غير موجود، أنا وضحت ووقفت هذا الموضوع لأنه غير موجود حتى يرد، وما أدري الدكتور كذلك. نعم ما أدري الدكتور صالح، يعني ما أنا كنت أتحدث معه عن ذول اللي راكبين الموجة، ما أتحدث عن شخصيات فعلا عندهم نضال. وأنا كذلك لا أتحدث، لو لم يرد اسم الرجل لما تطرقت له الحقيقة، لأنه الرجل ليس في حاجة إلى حديثي عنه ولا في حاجة إلى حديث شخص آخر، لكن فقط من باب يعني هو هذا الذي مثل ما قلت لك، إحنا
ينبغي أن عندما نتحدث عن توصيف الظواهر أولا نتجنب عن الأسماء، لأن الأسماء قد تدخلنا في مواقف فردية إما مع أو ضد، وإحنا ليس هدفنا في هذا الحديث أن نتحدث في هذه الظاهرة. ظاهرة أنت كان حديث الدكتور صالح عن ضعيفي الأدوات، أنا فعلا أتفق مع الدكتور صالح في، وأنا أيضا يعني على قد ما أستطيع متابع فيما يقال في تويتر وفي بشكل أساسي وفيما يقال في يعني مواقع التواصل الاجتماعي. لا شك إنه كثير منهم ليست لديه أفكار يستحق أن يكون يعني عمدة فيها على الأقل كما يقال، أو يكون فيها يعني صاحب مرجعية، أدواته ضعيفة، لكن وبالتالي هذول سيظلوا موجودين. أنا مثل ما قلت أخي علي قبل شوي إنه عندما يفتح المجال لإيجاد قنوات في المجتمع ينخرط فيها الناشطون المهتمون بالشأن العام سواء تطوعي أو حقوقي أو سياسي أو فكري أو أدبي أو ثقافي إلى آخره، فبالتالي ستقل هذه الظواهر الجانبية. لكن قبل أن يتم وجود هذه القنوات الطبيعية أعتقد أنه تظل الساحة فيها هذا النوع من الناشطين اللي بعضهم حقيقة فعلا يعني يؤدي دور، وبعضهم الحقيقة هو إما أن يكون طالب شهرة كما قال الأستاذ الدكتور صالح وغيره. نعم، شكرا لك الأستاذ محمد الفال الكاتب الصحفي على المشاركة وحضورك في استديوهات في جدة. أيضا شكرا للدكتور محمد العبد اللطيف الكاتب الصحفي الأكاديمي، شكرا له، ونعتذر من اللي ما استطعنا نكمل لأسباب تقنية. شكرا للدكتور صالح الحمادي كان معي أيضا هاتفيا كاتب صحافي. أشكركم، أشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في أهلا. أنا ألقاكم يوم السبت، زميلي إبراهيم الفرحان يلقاكم غدا في أهلا الأسبوعي، في أمان الله.